حضراتكم عارفين انه بدأت دورة الكوب 28 او يعني مؤتمر اطراف اتفاقية الامم المتحدة الاطارية للتغير المناخ في دبي. احنا طبعا مصر بتسلم رئاسة الكوب الى دبي بعد ما اطلقنا نسخة ناجحة جدا في شرم الشيخ العام الماضي، كان فيها اختراقات كبيرة وكان فيها نجاحات كبيرة فيما يتعلق بالعمل المناخي، وكان فيها أمور تطرح لأول مرة في شرم الشيخ. النهاردة في دبي ومصر بتسلم الرئاسة، الرئيس كان له نشاط مهم جدا على هامش الملتقى أو على هامش مؤتمر الكوب 28. من ضمن أهم النشاطات أو من ضمن أهم يعني اللقاءات اللي أجراها الرئيس كان لقاءه مع نائبة الرئيس الأمريكي وهي كمالا هاريس. ده كان على هامش المؤتمر، لكن كان في تصريحات مهمة. جزء من التصريحات دي هنقلها لحضراتكم على لسان المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. نائبة الرئيس الأمريكي نقلت تحيات وتقدير الرئيس جو بايدن للرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي بادل التحيات دي بتقديم خالص التحية للرئيس بايدن. داخل اللقاء نفسه أو خلال اللقاء الجانبين أكدوا الحرص على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ودي تعتبر ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. مع الإعراب في الإطار ده عن التطلع المتبادل لتعظيم التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين خلال الفترة المقبلة. على إيه بقى؟ على التعاون الثنائي في كل المجالات، عن التعاون في مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك. ده الجزء المتعلق بكمالا هاريس. الرئيس كمان التقى بالرئيس الأرميني والرئيس الليتواني، والتقى بالرئيسة التنزانية، والتقى بجورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، والتقى بقى مع مجموعة أخرى من المسؤولين من ضمنهم رئيس وزراء النرويج، والتقى كمان بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كل ده على هامش أعمال القمة المنعقدة في دبي. في كل اللقاءات دي كان الرئيس حريص أن هو يستعرض رؤية مصر بخصوص وقف إطلاق النار في غزة، وده موقف مصري أصيل ومهم. مش بس وقف إطلاق النار، لا كمان التوسع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. وأيضا كان الرئيس حريص على إيصال وجهة النظر المصرية والجهود المصرية، إيه اللي مصر عملته لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعاية الأجانب. ودي كلها أركان مهمة جدا من استراتيجية مصر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والوضع الإنساني الراهن في قطاع غزة. التقرير القادم هيفصل لحضراتكم في هذه اللقاءات وما دار فيها. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأرميني فاهان خاتشاتوريان، وذلك على هامش انعقاد الدورة 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا. اللقاء شهد تأكيد الحرص المتبادل على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. كما التقى السيد الرئيس على هامش أعمال القمة السيدة سامية حسن رئيسة تنزانيا. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الجانبين أكدا الحرص على تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين الصديقين واستغلال الآفاق الواسعة في هذا الصدد على مختلف الأصعدة. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد يوناس جاهار ستورا رئيس وزراء النرويج. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة كمالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيدة هاريس نقلت تحياتي وتقدير الرئيس جو بايدن للسيد الرئيس، وهو ما بادله السيد الرئيس بتقديم خالص تحياته للرئيس بايدن. وخلال اللقاء أكد الجانبان الحرص على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. مع الإعراب في هذا الإطار عن التطلع المتبادل لتعظيم التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين خلال الفترة المقبلة بشأن أطر التعاون الثنائي في كافة المجالات، فضلا عن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.